كمان صاحب بركات، يعني قول لنا ايه وصفه الشتله الصح وانا بختار عيني تجيبها. الوصفه لازم اختار من كذا شق او كذا منظر، اللي هي حضرتك يبقى الكيس بتاعها تربطه كويسه جدا، اصل قوي سميك تمام، لا يقل عن ثلاث ابراج، من ثلاث ادوار او ابراج زي ما حاجه سموها. زي كده حاجه مستوى، وصحه الشتله بيبان من الرؤيه. يعني انت زي ما انت بتقول كده، حضرتك شايف الشتله حضرتك او شايف المنظر، رؤيتها بيبان صحتها. يعني انتقي الشتله الصح من مكان صح، خلاص كده بيبقى ان شاء الله بيبقى خلاص بالحق. في طول معين للشتله؟ ايوه ولا اعتمد على عدد الابراج؟ عدد الابراج او من 80 لمتر ونص. من 80 سنتي لمتر ونص. لمتر ونص بيبقى كويس قويه. اسالك سؤال انا مستغرب منه. تمام. الاصناف المحليه غريبه شويه. تمام. بتنتج سنه والسنه الثانيه انتاجها بيبقى ضعيف جدا. تمام. هو ده عيب؟ لا ده مش عيب، صفه وراثيه. وراثيه، صفه وراثيه في الاصناف المحليه، صفه المعومه. المعومه دي المعومه، يعاوم سنه وسنه او سنتين وسنه. يعني لو ممكن يشيل سنه ويقعد سنتين ما يشيلش، ثلاثه اربعه. يا سلام. دي حاجه بمزاجه هو، دي صفه في صفه المحل. استبدلنا ده ازاي؟ استبدلناه بالاصناف الاجنبيه والحديث منها. ايه الحديث منها؟ عندنا اصناف زي الاوسن دي بتشيل كتير جدا، غزيره الانتاج، وبتحل محلها في الطعم والمذاق والشكل واللون. فانا استبدلنا كل ده بالاصناف الاجنبيه.